السلام عليكم وليداتي ابنياتي، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غنشارك معكم واحد الأكلة جديدة إن شاء الله، هي البكلاو، كروكيطات بالبكلاو. غنحتاجو شوية البصلة، شوية الفلفلة خضرا، شوية الطحين، 100 غرام ديال الطحين، لتر د الحليب، البكلاو، نص حقد الخبز، جوج بيضات، 100 مليلتر ديال الزيت، زيت الزيتون، قزبرة معدنوس، ثومة. خليكم معايا في الطريقة. هاد البكلاو تيكون مالح، مالح فيه بزاف الملحة، نسبة قوية ديال الملحة. تناخدوه نغسلوه من الملحة، أولا نغسلوه مزيان من الملحة ونرقدوه في سوبيرة بحال هادي 48 ساعة، ونديروه في الثلاجة، وكل 3 السوايع تنبدلو ليه الماء 48 ساعة تتكمل، ملي تحيد منه الملحة عاد باش نستعملوه. وخليكم معايا البكلاو، نشفوه مزيان من الماء، شاربينها بزاف، نشفوه بزاف، شوف حيدو ليه الجلدة ديالو، بسم الله. عصاور بزاف، عصاور رقيق بزاف بزاف. هادو ليه العظمة اللي فيه، نقاو مزيان على الدراري اللي غادي يلقاو شي شوكة. هذا انا منقياه، ما فيه لا شوك لا والو، كما شفتو ها هو رقيق وما فيه حتى شي شوكة، ما فيه والو. خليكم معايا باش نكملو ان شاء الله. غنديرو الزيت، بسم الله تبارك الله، بصلة خضرا طرية،
كنبداو نضيفو هاد الشويه شويه ما تبقاش حوايج بزاف باش يجينا الكروكي بحال البطاطا. سالات العجينه ديالنا باش تكتش ديرك باش تبقى مطلوقه شويه باش ما يجيناش بحال البطاطا. الكروكي طات زوينين و خاوين ماشي عامرين ماشي مدقسين، كلش مدقسين. بسم الله خرجوهم راهم كيطرسين بحال هذا.
ندير عليهم السلوفان من الفوق نخليهم في الثلاجة 3 سوايع ولا 4 سوايع يبردوا على خاطرهم. هذا هو برد، داز 5 سوايع في الثلاجة، برد بزاف هو كيما شفتو. هو كيفاش داير برد جمد مزيان، غنقادوه ان شاء الله. دابا قلبناها في هاد الطنطيخة ديال الصينية، نسحق الخبز نستمر الأكلة ديالنا هي جاهزة كما شفتو، لذيذة وزوينة وزوينة بزاف ديال السمك كما قلت لكم. البكالورة واحد السمك تيتملح تيتملح دار في الملح، وعاد باش نديس عليه ونقادو كما شفتو هما كيفاش درتو. شكون قطعتو على شكل على الشكل اللي بغيت اللي عجبني، انتم قطعوا على الشكل اللي عجبكم. ولا بغيتو ولا ما قديتوش عليه شويه يا متلو، انا درتو متلو حيت درتو بزاف السنين كنعرف ليه بزاف. نتوما لو بغيت ما تقدوش عليه قصحوه شويه، واخا شتو المقادير بحال هكاك محبكم تحركوه هو تيقصح، محبكم تحركوه هو تيقصح، وحركوه مزيان وصافي. وهي جاهزه، نتمنى تعجبكم، ديروها لوليداتكم وغتعجبهم ان شاء الله. وساعدوني وديروا لي لايك، ديروا لي لايك باش انا نجيب الجديد ديالي، وشاركوا في القناه ديالي وديروا لي لايك. مرحبا بكم في القناه ديالي، ديما الا بغيتوا شي جديد انا راه نبقى اشاره. الله يعاونكم، الله يعطيكم العز من عند الله، والله يحفظكم. قلبوا الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع جميع الوليدات البنيات الشباب كل شيء، الكبار الصغار كل شيء. الله يحفظكم من هذا الوباء، والله يعاونكم، الله يسهل عليكم. باي باي، وكل عام وانتم بخير. باي باي.